أخبار اليوم. معانا بالنجم الجميل بتاع باسط حمود. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب بقى، وعايزين نعرف تحتفل باجواء رمضان النهارده في كبده الفردوس. كره الفردوس دي بتاعتنا وبتاعت اخواتنا وحبايبنا، وهي مش بتاعتهم، بتاعتنا كلنا. الاجواء بقى اللي هنا بتشوفها ازاي مع الجمهور؟ الاجواء هنا جميله، وكل حاجه جميله وزي الفل، وناس محترمه وناس بتقدر وناس كل حاجه، يعني كويسين وعملوا حاجه كويسه. لنا بقى انت ازاي بتقضي بقى يومك في رمضان والحفلات؟ الحفلات بنقضيها، والعيال برضو بنفسحهم وبنقضيها، بيبقى عندي شيراتون المريدين، وهنا وهنا وهنا، شغل كتير يعني وخيم. تفطر بقى مع الاولاد؟ حريص على الفطار في البيت مع الاولاد ولا بفطر؟ لا بفطر مع العيال. لا والعزومات بقى؟ لا عزومات لا، مع اولادي. بقى بتحب تاكل ايه على الفطار؟ لا حاجات بقى اللي ما انت عارف الناس هتاكل ايه. الحلويات ليك تقول عليها ولا ما فيش؟ لا ماليش تقول. طب خلينا نحضر الفطار الجاي. ايه بقى الفترة الجاية بتفضل ايه؟ الفترة الجاية ان شاء الله على العيد بقى نزل ثلاث افلام ان شاء الله. اتكلمنا على ثلاث افلام، اسمهم ايه؟ فيلم مع الدكتور جمال، وفيلم شركة دولار طالع فيه بقى ناس جاية تسرقني وينهجوني بقى، وانا رفعتهم بقى بالسلاح والدنيا كده معاهم يعني. تمام. الحمد لله. وطلع فيلم ومعايا برضو فيلم تاني اسمه فرد شركة دولار، برضو معايا فيلم تاني الجمعية، يعني انا نازل اربع افلام. مجسد شخصيات في الفيلم ولا المطرب؟ شخصيات. فيلم طالع فيه عجلات، وعندي تاكسي، وبشغل عندي ماهر عصام، وبشغل عندي الواد حسن وصبر عبد المنعم، وبعلقهم في الشنكه لفوق، شغلانه كده. متابع دراما رمضان بقى السنه دي ولا لا يعني؟ ما بتفرجش. رامز، شفت رامز السنه دي؟ لا ما بتفرجش. على رامز. ايه رايك طيب في منافسه بقى الافلام اللي نازله على العيد، وشايف التنافس ازاي؟ والله الفيلم الكويس هيفرض نفسه. شايف السينما فيه اقبال انت مقبل على الفيلم الكويس هيفرض نفسه. بالنسبه للمزيكا بقى، الغنى الشعبي والكلام ده؟ لا، الغنى ده التراث الشعبي، ده الموضوع. لا ما تتكلمش على الغنى الشعبي، عشان طقوس خاصه كمان برضو، فالناس بتحب الشعبيات اكتر. بالشعبيات هم دي. شايف الانتقادات يعني؟ مش هقول لك بتوجه ليك انت، اكيد مفيش ليك انتقادات، لان انت ما شاء الله في الشعبيه نجم الاغنيه فعلا الشعبيه. ما حدش بيتنقلنا. ايه رايك فيها بقى المهرجانات؟ انا صانع النجوم. انت سلطان طرب. انا صانع النجوم، دي حقيقه فعلا. انا نقول سابة وديتها في مكان، وفي الاتروكيه وديتهم في مكان، وهدى وديتهم مكان، وكايرو وديتهم في مكان، ولسه عامل اغنيه مع دنيا سمير غانم في المسلسل. طبعا دي برضو دي حاجه في مكان برضو. الحمد لله. وجودك فعلا مع الفرقه دي بصمه مميزه، ولو حتى من اجل المشاركه بتطلع نجوم فعلا. انت حريص ان انت لازم نعمل حاجه الناس تدعي لنا فيها يعني. طيب لو كلمنا يعني، مش عايز اقول طبعا ما فيش منافسه ما بينك وبين اي مطرب شعبي طبعا على الساحه خالص، انت استاذهم، وكل ما بسجل ما حد بيقول لي فعلا على الباص استاذنا، ما اقدرش طبعا. لا ما فيش. علاقتك بيهم ايه بقى بالفنانين كلهم؟ لا كويس. تواصلكم دايما على ود مع بعض؟ لا بص، كله في مشاغل، بس في اللي هم حبايبي بقى القدام بقى، حكيم، ايهاب، محمد، حماده، بيتصلوا بيا وعامل ايه واخبارك. يمكن عبد الباسط هو اللي تميز بتطوير شويه الاغنيه الشعبيه، زي ما قلنا شركتك مع نيكول سابا ومع كايرو كي والفرقه دي. لا هم عارفين ان انا بقول كل حاجه بالظبط. التجربه بالنسبه لك كانت؟ لا ما فيش تجربه، عارف ان انا هعمل ايه. عشان انا بقول كل حاجه، بغني عربي، انجليزي، جريجي، هندي، اللي عايز حاجه بعملها له. نقول بقى حاجه لجمهورك كده تغني لهم ايه؟ انا عايز اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والاغنيه الجديده الله يرحمك يا رجوله، الله يرحم الجدعان، دلوقتي النداله بطوله، دلوقتي الاصيل متان، الوش اللي متركب قدامك حسب الاحوال، يضحك لك ويشقلب لو جيبك مليء المال، الله يرحمك يا رجوله. الله يرحمك يا رجوله، انت الرجوله يعني. يا رب يخليك. حبيبي اشكرك جدا وسعداء بلقائك. ربنا يخليك يا حبيبي، وكل سنه وانت طيب.